السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو غنكتشفوا لي زاباراي ولي بري ديال لي زاباراي فوتو باش الواحد يعرف اثمنه ديال لي زاباراي فوتو، تكون عنده واحد الثقافه عامه على لي بري ان شاء الله. اليوم غنبداو عندنا لي كون ديال لي كون دي 5600، هذيك دار 5500 درهم عندنا هنايا. كاميرا كتصور ب 24 ميجا بيكسل فيديو فول اتش دي، فيها السكرين كتقلب وفيها الواي فاي والبلوتوث. الناس اللي انتيريسي بهاد الشيء عندنا هنا ليماكس جي 7. ليماكس جي 7 كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها، هي واحد الكاميرا اللي كيستعملوها بزاف الناس لا فيديو، كاميرا اللي كتصور فيديو 4K، لوطو فوكس ديالها مزيان وفيها ليكرون ديالها اللي كتقلب، وكاميرا مزيانه بالنسبه للحجم ديالها و لي زوبسيون لي فيها كاميرا مزيانه. بالنسبه لهذه اولمبيس بي ان اف، اولمبيس بي ان اف كتصور فيديو فول اتش دي ب 60 اف بي اس، من احسن كاميرا ديال ستريت اللي كاينين تقريبا حاليا. كاميرا ستريت كاميرا صغيره، اكثر الناس كيخدموها لا فوتو لا فيديو بي ان اف، هي كدير غالي في جديد شويه. هنا عندنا مع واحد لوبجيكتيف فيكس لي 1.25 كدير 5200 درهم. هادي كانون 77 دي غنية عن التعريف، كانون فيها 60 اف بي اس في الفول اتش دي، واي فاي تاكتيل، فيها لي زوبسيون لي زوينين. الثمن ديالها 6500 درهم. عندنا ليماكس اف زد 330، كاميرا هادي كيستعملو الناس اللي كيبغيو الزوم، الناس كيبغيو يصورو فيديو بلا ما يبقاو يبدلو لي زوبجي. فيها واحد لافونتاج ديالها ان فيها واحد لوبجيكتيف من 25 حتى 600 ملمتر، وكيعطيك زوم والاوبجيكتيف 2.8 كيدخل الضو مزيان. الثمن ديالها 3700 درهم. كاميرا بريدج هادي كانون 60 دي، الثمن ديالها 3800 درهم. كاميرا كتصور فول اتش دي، فيها اوتو فوكس لا فوتو مافيهاش فلا فيديو، فيها ليكرون ديالك تقرب، كاليتي ديالها مزيانه، كتصور ب 30 ماشي ب 60، كتصور 30 اف بي اس فول اتش دي. دزنا هنا نلقاو كانون 600 دي، 600 دي اللي غنيه عن التعريف، كاميرا ب 18 ميجا بيكسل ليكرون كدور، فيها بوغت الميكروفون، الثمن ديالها 3300 درهم. بالنسبة لنيكون الناس تبغي شي حاجة في لافوطو مزيانة، ديما فيهاش لافوطو فيها لافيديو، فيها لافوطو مفيهاش لافيديو، الثمن ديالها كدير 3200 درهم بهاد لوبجيكتيف اللي فيها، هذا فيكس، كاميرا اللي مزيانة بالنسبة للناس ديال لافوطو، والسبب يعرفوا الفريم. عندنا 24-70 2.8، هذا اوبجيكتيف ديال نيكون سيغما، الثمن ديالو 3200 درهم، 2.8 اكيفالون ديال نيكون 24-70 فيرسيون الاولى حسن شويه ستابيليزي. عندنا هنا ليماكس اف زد 3 اف زد 1000، اف زد 1000 كاليتي ديالها زايده على هذاك ليماكس اللي تكلمنا عليها قبل، كتصور لينا فيديو ب 4K، فيها الزوم ديالها من 125 400، ولكن زايده في الكاليتي على الاف زد 330. وزيد على لي زوبسيون تاع ليكرون كدور 60 اف بي اس فور اتش دي، صوتها 4K، كاميرا بريدج. باش نقول لكم كاميرا بريدج عرفوا راه الزوم كيكون فيها كبير. هادي ليماكس اف زد 330 زوم حتى 1200 ملمتر، الناس بغاو يزومي والناس كيسافروا، وبالنسبه للثمن ديالها 2600 درهم. عندنا لي زوبجيكتيف ديال الباكرون، هذا 24-70 2.8 فيرسيون 2 7800، هذا 24 ملم تي اس او، الثمن ديالو 4700، 1740 2700 درهم. الناس ديال السبور اللي بغاو يصوروا شي حاجه سبور، كاين هاد 150 600 سيغما، سيغما هذا الثمن ديالو 7200 درهم. الناس اللي بغاو 700 دايره تي ديسبونيبل، الثمن ديال 700 دي كدير 4200 درهم. كاميرا اللي فيها اوتو فوكس لا فيديو، 18 ميجا بيكسل، ليكرون كتقلب، فيها البوغ ديال الميكروفون. بالنسبة للناس اللي تيسولو على 700 درهم، راه ديسبونيبل كاينة 700 درهم من كاميرا اللي مزيانة بالنسبة للبيتش ديال الكادميل، كانون 70 دي كدير 4700 درهم حتى 5200 على حساب ليطا. هاد 70 دي فيها 30 اف بي اس في الفول اتش دي، ليكرون كتقلب، فيها الواي فاي، كاميرا مزيانه. لي زوبجيكتيف ديال نيكون 55-200 1200 درهم، 16-85 1700، 55-200 فيرسيون الاولى 1000 درهم. بالنسبه لي زوبجي لي كاميرا ديال ليماكس كاين جي اش 5 جديده 9800 درهم. لي زوبجيكتيف ديال ليماكس عندنا، لوبجيكتيف ديال ليماكس عندنا
هاد لوميكس اولمبيس 12200 هذا الثمن ديالو كيبان صافي الثمن ديالو 3700 هذا 1260 الثمن ديالو هذا ستوندارد ماشي دويز 1260 2400 1260 لايكا 4200 15 2900 درهم لايكا عندنا 100 400 اوبجيكتيف ديال كانون ايماج ستابيليزي 100 حتى 400 ملم لوفيرشر ديالو ستوندار ماشي 4 F4 5 6 الثمن ديالو 4700 بالنسبه لهذا الاوبجيكتيف زوين هذا السيب 710 الفيرسيون الجديده ديال طابون ايماج ستابيليزي اف 4 الثمن ديالو واحد ديزاين زوين هذا راح حصل لكم بالاف 4 نسبه الاف 4 ديال كانون هذا راح حصل بزاف لا في لوطوفوكيس لا في الشاربنس لا في بزاف ديال الحوايج هذا ديفلوبي راه من لي جينيراسيون الاخرين في الثمن مزيان 3700 لكن انت غتزيد واحد 500 درهم ولا 700 وتاخذ كاليتي احسن هذا احسن من 7200 في اف 4 عندنا 2405 كيدير 2400 درهم هذا اس تي ام ولكن راه فول فريم 24 ملم ان كات ديال كانون نسبه خدموا لا فيديو هذا كيدير 4200 درهم 4200 بالنسبه للفيجي فيلم اكس اش 1 اكس اش 1 الثمن ديالها مع 23 ملم فيكس 8700 درهم اكس تي 20 معها 1855 اكس تي 20 فيها ثمن مزيان حتى هي 5200 درهم بالنسبه لي زوبجيكتيف سوني سوني عندنا هاد 35 ان 4 سيجما ار 6200 درهم عندنا سوني الاسات 2 الاسات 2 ب 2870 8800 درهم كاميرا زوينه الاسات 1500 9800 معها 1650 ملم عندنا 5100 ستوندار حتى هي كدير 3000 درهم كاميرا اللي فيها 60 اف بي اس هي في الفول اتش دي ما فيهاش 4K 4200 درهم 4200 درهم بزاف ديال الناس كنلقى انهم ما عارفينش لي بري ديال لي زاباري فوتو كيبقاو يقلبوا الا قلبتي وانت عارف الثمن ديال شي حاجه كتخليك انا كتقلب تلقى داكشي اللي بغيتي انت بواحد السهوله هادشي اللي كان في هاد لا فيديو نتلاقاو في فيديو جداد السلام عليكم